ناو اي تلو نوت ناو بايخه. ايتي بالعربي يسترجع ابرز اعمال دلال عبد العزيز اللي قدمتها مع عائلتها. تتجوزيني يا بطه؟ يا ريت. رغم رحيل سمير غانم ودلال عبد العزيز عن عالمنا، إلا إن عطائهم وأعمالهم الفنية هتفضل عايشة للأبد، خصوصاً الأعمال اللي جمعتهم سوا وقدموها على مدى 40 سنة، زي مسرحية أهلاً يا دكتور سنة 1981 اللي بتدور حوالين الوسط المهني للأطباء خلال سنوات الانفتاح الاقتصادي في مصر، وبعدها بسنة طلت دلال عبد العزيز كضيفة شرف في فوازير فطوطة اللي قدمه سمير غانم. وسنة 1983 شفناهم سوا في فيلم نهاية رجل تزوج، هي بتكون زوجة الطرابلسي وهو بيلعب دور شمشون، وفيلم يا رب ولد سنة 1984، وفي نفس السنة شفناهم مع بعض في فيلم إنقاذ ما يمكن إنقاذه مع محمود ياسين، مديحة كامل، ميرفت أمين وغيرهم كتير، واجتمعوا كمان في فيلم حادي بادي بدور صابر وليلى. كنت عايزان أقول لك إيه يعني؟ تقول لي إنك شرابة تخرج مع أهلك. اخرسي. لا إيه؟ اخرس؟ وكمان هتمدينك عليا؟ وبتكمل الأعمال مع مسرحية فارس وبني خيبان سنة 1987 اللي بتدور حوالين قضية متعلقة بالمخدرات. طب بتستحمي بإيه؟ خلاص هقول لك. قولي. بالليفة. يا دي الليفة اللي انت فيه يا ليفة. وفيلم أرباب سوابق سنة 1988، وسنة 1989 فيلم عريس في اليانصير. انت مش ناوي تطلقني؟ لا. حتى لو عرفت اني بحب غيرك؟ وبعدها فيلم المطب بدور فرج وفكرية اللي بيعيشوا حياتهم بالنظم، وفي أوائل التسعينات اجتمعوا في أكتر من عمل، ومنها فيلم النصاب والكلب، الأغبياء الثلاثة، أخويا هايس وأنا لايس، والرجالة في خطر اللي جمعهم فيه المشهد الكوميدي ده. ناو قيتلو نوت ناو بايخة. ألو. ده غير أكتر من مسلسل أبرزهم مسلسل عائلة أستاذ أمين وستكم عبد الحميد أكاديمي سنة 2005، وبما إن ولادهم كمان من أهم الممثلين في الوسط فأكيد اجتمع الدلال معهم في أعمال مختلفة. أولهم كان فيلم امرأة وامرأة اللي كان إطلال الدنيا سمير غانم الأولى في عالم التمثيل بعمر 10 سنين، وسنة 2002 في مسلسل زمن عماد الدين، وفي 2010 مثلوا مع بعض في فيلم لا تراجع ولا استسلام. أما إيمي سمير غانم فاجتمعت مع والدتها في الفيلم الكوميدي سمير وشهير وبهير. لما عرفت انهم هيمشوا فريد شوقي من الفيلم ويجيبوك ما سلمتش على فريد وهو ماشي. ومسلسل الهاي سكول بدور المديره والتلميذه. اما مسلسل نيلي وشريهان فجمع الام مع بناتها الاثنين بدور نيلي شريهان ومدام بطه. يا حراميه يا بيئه يا جربوعه، انت مالك يا بوليس يا نيابه. وما نقدرش ننسى ان سهراء حسن الرداد كمان هو احد اهم الممثلين في مصر، فاجتمع هو والراحله في اعمال مختلفه ابرزها مسلسل ابن الارندالي سنه 2009 في دور لطيفه وعلي، ومسلسل حق ميت سنة 2015، وكانوا مع بعض كمان في فيلم البدلة بمشاركة إيمي كمان كضيفة شرف سنة 2018. والدلال عبد العزيز أعمال كتيرة ما تعرضتش لسه، منها اللي بتجتمع فيها مع دنيا سمير غانم زي فيلم التسليم أهالي اللي هو من بطولة دنيا وهنشوفها بتلعب دور والدتها في العمل كمان. أما مسلسل عالم موازي اللي تم تأجيله ما انتهتش الرحلة من تصوير كل مشاهدها فيه.